السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، وكما أسلفت الذكر اليوم أمس في خبر عاجل، فإنه هلك عنصرين على الأقل من مرتزقات البوليزاريو في محاولة تسلل فاشلة إلى المنطقة العازلة. وكما أخبرتكم على أنه خلال ساعات المقبلة سوف تسرب إلينا الأسماء والصور ديال الهالكين، وفعلا سربت الصور والأسماء. إذا المتابعين الكرام، الهالك الأول يدعى هيبة مرزوق، الهيبة مرزوق. هذا متابعينا الكرام أحد أبناء القياديين في مرتزقات البوليزاريو، هلك يوم أمس ومبروك عليه التبندير. الهالك الثاني متابعينا الكرام سميته سلامة حمى، هذا كان مرافقا لهذا المرتزق، وهلك هو الآخر في المنطقة العازلة، ومبروك عليه هو الآخر التبندير. متابعينا الكرام، باش تعرفوا الأهمية ديال هذا الفيديو، الأهمية ديال هذا التسريب، لأنه خلال التسريبات الصوتية توصلت بها مع الأخ علي باريش اللي كنشكره دائما وكنشكره على المجهود ديالو في فضح مرتزقات البوليزاريو. هذه التسريبات الصوتية متابعينا الكرام كتوضح لنا مدى التخبط الكبير الذي يسود صفوف مرتزقات البوليزاريو. ما كنتكلمش على المسلحين هنا، وإنما أتكلم عن الذين يديرون مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحات ديال المرتزقه، المنابر ديال المرتزقه اللي من خلالها كتلقوا البروباغندا ديالهم والاكاذيب ديالهم والاشاعات ديالهم وما الى ذلك. هاد التسريبات الصوتيه متابعينا الكرام اللي غاديين يعني نشرها في فيديو اخر، كتكلم او كتوضح هذا التخبط من حيث هاد الصور والاسماء التي تسرب. فهاد المجموعه ديال المرتزقه يعني تطالب العناصر ديالها بعدم تداول هذه الصور وعدم تسريب هذه الصور، لأنه في آخر المطاف هذه الصور والأسماء تسرب من داخل مخيمات تندوف. مخيمات تندوف كان هناك محتجزين هما اللي كيسربوا هذه الأسماء، وبالتالي متابعينا الكرام كان هناك بيان ديال قيادة مرتزقات البوليزاري، وتتوعد فيها من يقوم بتسريب الأسماء والصور يعني العقاب و التعذيب وما الى ذلك. بطبيعة الحال حنا كنعرفوا الاسلوب ديال الميليشيات ديال مرتزقات البوليزاريو، فكيتوعدوهم بالعقاب وكيتوعدوهم وكينهيهم على انهم ما بقاوش يسربوا الاسماء والصور ديال الهالكين باش يمارسوا التعتيم حول الخسائر ديالهم، وباش يمارسوا البروباغندا ديالهم يعني التافهه والكاذبه اللي ولفنا عليها يعني الان اكثر من سنه. هما طالقين علينا البروباغندا ديالهم، البيانات الوهميه ديالهم التي لا يوجد لها اي اثر على ارض الواقع، ولكن في المقابل متابعينا الكرام كاين تبندير ثم تبندير ثم تبندير. فهاد القضيه ديال التبندير خلقت احباط كبير ليس فقط في صفوف المسلحين، وانما ايضا في صفوف المناصرين ديال المرتزقه الذين يسربون هذه الصور، والان في مواجهه مع القياده ديالهم الفاشله التي فشلت على المستوى الميداني، وهي الان تقوم بتهديد هؤلاء المناصرين الذين يسربون هذه الصور. فهذه التسجيلات الصوتيه متابعينا الكرام شفنا فيها، غادي نشوفوا فيها في فيديو اخر، التخبط الذين يعيشون في هاد المرتزقة الانفصاليين، خصوصا الذين يديرون هذه الصفحات وهذا يعني المواقع، بحيث يعني يطالبون بعضهم البعض بالكف عن نشر هذه الصور وعدم التداول ديالها، وبإخفاء الحقيقة، إخفاء الحقيقة التي تقول على أن هناك عدد كبير جدا من الهالكين في صفوف مرتزقة البوليزاريو، والذين مع هذه الخسائر الثقيلة لم يستطيعوا أن يتقدموا ولو شبرا واحدا في المنطقة العازلة، فما بالكم بأن يقتربوا من الحزام الأمني المغربي. فمتابعينا الكرام، هذه هي الحقيقة، أمامكم هالكين جديدين. فإذا جينا نحسبوا الآن منذ عملية القرقلات إلى الآن شحال كاين من عدد الهالكين، فغادي نلقاو العدد ربما قد يوصل إلى 200، ربما يصل إلى 200 أو أكثر من ذلك بكثير. متابعينا الكرام، طبيعة الحال سوف نكون معكم في التغطية، وحنا أي طريق يعني لا تريده مرتزقات البوليزاريو ونحن نسلكه، أي شيء لا يريده مرتزقات البوليزاريو نحن نقوم به. هم لا يريدون تسريب هذه الصور، نحن نسرب هذه الصور. هم لا يريدون تسريب الأسماء، نحن سوف نسرب الأسماء. هم يريدون التعتيم على الخسائر، نحن سوف نتكلم عن الخسائر والفضائح ديال مرتزقات البوليزاريو. فمتابعينا الكرام، كنطلب منكم دائما دعم القناة ودعم الفيديوهات ونشر الفيديوهات، لأن هذه حقيقة لا يريد مرتزقات البوليزاريو على أنهم يعني تنشر، على أنها تصل هذه المعلومات تصل الى المتلقي. فبالتالي متابعينا الكرام كنطلب منكم دعموا الفيديوهات، دعموا القناه، لانه مازال
أمامنا الكثير والكثير لنتحدث عنه، فأراكم متابعينا الكرام في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.